اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل العبره مش بالفار، العبره بصاحب الصفاره اللي عنده القرار. امبارح الزمالك بيلعب مع انبي، في اول دقايق طارق حامد يعمل تاكلنج عنيف جدا مع لاعب انبي يستوجب الطرد المباشر. الفار عمل اللي عليه، نده للحكم، نبهه انه ده يستحق كارت احمر، وحسب البروتوكول اللي قالوا لنا عليه انه بيستدعيه في القرار اللي بيستوجب الطرد، استدعاه. لكن الغريبه جدا انه يرجع يدي كارت اصفر مع انه في البدايه ما اداش. هو ده الموقف الغريب جدا. ما هو الفار موجود اهو، كان يطرد طارق حامد من اول الدقايق، ما طردهوش. ده الفار يا حضرات الساده الكرام.